الفرتبرا نفسها اصبحت قصيره في اوقات كتيره جدا، الى ان السبينال كانال بتاعته بقت نمط. من ضمن الديفكتس اللي هي بتحصل معاها ان هو احيانا يبقى في استينوزس على مستوى الكرينيوس سيرفايفال جانكشن. اخر حاجه فيهم سبونديلو اوفيسيال ديسبليزيا، ده بيبقى ديفكتس في الاند بليت بتاعت الفرتبرا بودس، يبدا يحصل بعد كده هو الري هرنيشن للديسك ماتيريال في الفرتبرا بودس. الباجي ديسيز من احد الديسيز اللي هي يعني الى حد ما هياش كومن، ولكن تدخل معانا في الديفرنشال دايجنوزيس. وبرضه نفس القصه، بيبقى ده دايناميك ديسيز، يبقى في الاول ممكن يحصل فيه ليبيد كونديشنز، بعد كده يبدا يحصل فيه بالانس وسكليروزيس، بعد كده ممكن يبقى فيه ميكس اوستيوريسيس واوستيوسكليروزيس في البون ديفيكس. ده المنظر بتاعه، يبقى عندنا ميكس ليبيد ديجنز وفي حواليها منها دينس سكليروزيس. قبل ما اختم السيشن دوت، عايز اراجع حاجه مهمه جدا، اقول البون ديسبليسيا تاني علشان الناس تقلق منها. رقم واحد عندي كونفورم اوستيوبتروس اوستيوبتروس ديكو ديسبلاسمي يوروستولز، كلهم ممكن تقابلوهم. الكاتيجوري الثاني اللي هو البون لوزنج اعمال الاوستيو جنس امبرفكتا فايبر جنس امبرفكتا والفايبر ديسبليسيا. المجموعه الثالثه اللي هي الايكوندروبليسيا وسودو كوندروبليسيا وهايبر كوندروبليسيا، ده عباره عن افكت في البروست ليف ادست دي. المجموعة الرابعة اللي هي ما شملتهاش المحاضرة هنا اللي هي البوندس بليتي، اللي هي بتاخد اللونج بونز. اللي بتاخد اللونج بونز بنقسمها على حسب هل هي اخذت الابيفيسس ولا الميتافيسس ولا الدايفيسس. لو اخذت الابيفيسس بايلاترال بنسميها ديسبليتي ديجالس مالتيبلكس، لو اخذت الابيفيسس واحد بس من لاترال يبقى اسمها ديسبليتي ديجالس ميميليك، لو اخذت الميتافيسس بس يبقى اسمها ميتافيسيا ديسبليتي، ولو اخذت الدايفيسس يبقى اسمها دايفيسيا ديسبليتي او اللي هي الاكزوستوليس اللي احنا شفنا الصوره بتاعتها في الاصفهان. اشكرك. شكرا جزيلا لاستاذنا الدكتور سعد الجبالي والدكتور عمرو الخضراوي. احنا كده وصلنا نص اليوم. ناخد يسعدنا في الاول احنا نكرمهم من نقابه الاطباء، بعد كده هناخد كافي بريك، نصلي الظهر نصلي العصر نصلي المغرب ونشرب عشان نستفيد شاي من فوق لبقيه الكرسي المكثف. تكريم نقابه الاطباء لاستاذنا الاستاذ الدكتور عمرو الخضراوي. لان عربية اودي في بعض العربيات بتبقى مشهور جدا انها سيفت 100% زي فولفو، في عربيات كومفورت 100% زي المرسيدس، في عربيات سبورتيف زي البي ام دبليو، لكن اللي عارف كل الحاجات دي مش لاقيها غير في عربيه واحده هي الاودي. يمكن حضراتكم يوميا ديلي براكتس ايضا في العياده او حتى في الهوسبيتال دايما بتشوفوا حالات كثيره جدا
suffering from pain and inflammation. والأمانة يعني يمكن بتبقى non-steroidal anti-inflammatory drug أغلب most common described in cases due its analgesic effect and anti-inflammatory effect. في non-steroidal حقيقة في different classes, في أكثر من class من non-steroidal تختلف في chemical structure بتاعها, either propionic acid, either phenyl acetic acid, either octicam. لكن كانت المشكلة which one is the best, مين فيهم الايديال نونستيرويدال اللي حضراتكم فعلا هتثقوا فيه وتستخدموه في حالات الاكيوت بينفلو كونديشن. في بعض النونستيرويدال بتبقى مشهوره جدا ان ليها رابيد ريليف للبين فعلا. في بعض النونستيرويدال فعلا تدي ديلي اوس تو بين او ليها لونجر ديوريشن اوف اكشن. في بعض النونستيرويدال مشهور جدا عنها انها سيف 100%. في بعض النونستيرويدال انشور بيشنت كومبلاينس. لكن لو سألنا حضراتكم أي نانوستيرويد فيهم عايزين شور هيبقى رأي حضراتكم عايزين الكل الباكج زي ما اختار قبل كده اختار الأودي عشان خاطر عايز كل البنت دي. حضراتكم فعلا محتاجين نانوستيرويد يجمع الفور كرايتيريا. الفور كرايتيريا دي ما بتجمعش غير اونلي ان وان دراج هو البروفين جرانيول. البروفين جرانيول 600 ملي جرام with energetic effect started earlier in addition to lasted longer. It's case of minutes, your patient which suffer from acute painful condition with roofing granules will enjoy up to 100% pain relief due its sachet or granules form. الحقيقة قوة الروفين جرانيولز ما كانتش في الإفكاسي في الريليف للبين. يمكن almost أغلب الساشت ليها الميزة دي إن فعلا ساشت فور pain relief سريع. لكن التشالنج كان أقول لو دام حضراتكم قد إيه فعلا الأنرجيتك إفكت هيطول أطول فترة ممكنة. البروفين جرانيولز مش بس بين ريليف سريع, لا ده انشور ان البين ريليف السريع ده هيستمر اطول فتره ممكنه اولموست من 6 ل 8 ساعات. وعشان كده ال WHO ريكومند البروفين باي نيم ان ذا 3 ستيبس انرجيتك كلاس. ثقه ال WHO ريكومنديشن لل WHO في البروفين جرانيولز ما كانتش بس عشان خاطر البين ريليف اللي بيبقى within the first 15 minutes, لا ولا حتى الريدكشن للبين اللي بيبقى اطول فتره ممكنه من 6 ل 8 ساعات, لا ده كمان عشان السيفتي والتولربيلتي بتاعت البروفين جرانيولز. للاسف بعض النونستيرويدال ديو اتس سترونج افكت على جي ار تي ميبي تعمل جاسترايتس ودي بتبقى احد الكوزز من دراج ديسكونتينويشن. لكن انا باكد لحضراتكم ان البروفين جرانيولز مش بس مولكيول ليه افكاسي قويه ريدكشن للبين وزين ذا فيرست 15 مينت او حتى ايفن بيحافظ على البيشنت بتاع حضراتكم اطول فتره ممكنه حتى في بين ريليف, لا ده كمان سيف دراج. وده اللي اكدته هنري ميتا اناليسيس ودي مصنفة حاليا the largest study in the history of nonsteroidal. هنا ريميتا الناس اتعملت على 23,500 مريض وما كانتش study واحدة, almost 12 independent study في 7 دول مختلفين واتعمل في مدة 5 سنين. وهنا ريميتا الناس نشرت في البريتش ميديكال جورنال دي اكدت ان البروفين جرانيول ذليل جي اي تي دامجنج ايجنت. كان البروفين جرانيول بنش مارك اللي كانوا بيقيسوا عليه كل النونستيرويدال. يعني لو زي البروفين جرانيولز هيبقى ريليتيف ريسك 1 الدايكلوفيناك 1.8 عشان حضراتكم البايوس كان اولموست 8.8 اختاروا على الاطلاق كان الكيتو بروفين 4.2 which mean ان البروفين جرانيولز التيست بتاعته ضعف الدايكلوفيناك اكتر من 4 اضعاف البايوس كام عند الكيتو بروفين. البروفين جرانيولز مش بس اتول في ايد حضراتكم بتواجهوا بيه البيشنت اللي عنده acute pain due to the pain relief السريع وفي نفس الوقت اللي بيبقى لاطول فتره ممكنه in addition to the safety and tolerability العاليه على جي اي تي, لا ده كل ده انشور patient compliance. ده كان رابع شرط لحضراتكم ان ممكن يبقى ده عظيم وافكتيف وسيف 100% لكن عند البيشنت تيجي ياخده لا تبقى عنده مشكله due to palatability roofing granules with orange taste. البروفين جرانيولز العلبه فيها 10 ساشت, الساشت الواحده بجنيه وربع يعني العلبه ب 12 ونص. انا كل اللي انا بقول لحضراتكم اني لو حضراتكم فعلا قررتوا او شفتوا مريض عنده acute pain وقررتوا تستخدموا فورما اورال سيستماتيك انرجيتك باكد لحضراتكم ان البروفين جرانيولز هيبقى طول في ايد حضراتكم في البين ريليف سريع اللي بيبقى لاطول فتره ممكنه مع سيفتي على جي اي تي انشور كمان كومبلاينس ديو تو اورنج ديز. حتى لو حضراتكم فعلا قررتوا تستخدموا توبيكال نانوسترويدال ابوت طورت نيو فورم مش من جروب, لا من مولكيول جديد
50% الكونسنتريشن بتاعه. البروفنج جرانيولز ويز ديبر بنتريشن فور ايرلي ريستوريشن. يمكن حضراتكم دايما بتعلمونا ان في التوبيكال ديربريشن مش بس الموليكيول يبقى افكتيف وخلاص، لا ده لازم يبقى سكسسفول في ان فعلا يوصل للتارجت سايت. سكسسفول توبيكال نون سترويدال مش بس ريكوايرز نوت اونلي افكتيف، لا لا تبقى ليه ابيليتي تو ريتش التارجت سايت. عشان كده باكد لحضراتكم في ثرو البروفين جيل فلور بي بروفين موليكيول ان اللايفوفليس دي هاي لايفوفل. وقت هنا حضراتكم بتعلمونا ان اللايفوفليس هي المسؤوله عن البنتريشن وعن الابزوربشن وعن الريتش التارجت سايت. طب حضراتكم تسالوني ايه سبب البنتريشن باور القويه للبروفين؟ بطبيعته كمولكيول فلور بي بروفين وجود الفلورين اتوم زودت اللايفوفليس بشكل كبير جدا، وده اللي ساعد ان يبقى البروفين جيل دي بنتريشن باور عالي. وين كومبير الكيم برميابيلتي للبروبين فيرسس الدايكلوفيناكمال جيل كان اولموست مرتين ونص دي تو ان البروبين جيل هايلي لايبوفيريك. لما تيجي تترجم البنتريشن باور القويه دي على بيشن هتلاقوا فعلا ان البروبين جيل بروديوس سيجنيفيكانت امبروفمنت في الساينس والسيمبتومز بتاعت النون ارتيكولار اوتوماتيك ديس اوردرز. الفروبنجل متوفر العلبة 20 جرام ب 8 جرام. أتمنى إن شاء الله الفروبنجل والبروفين جرانيولز يبقى ليه فرصة كويسة مع حضرتك. لو في أي سؤال تحت عنكم. مش أي سؤال؟ دكتور أحمد. شكراً للشادي وشكراً للشادي التعبد. تعادتهم دايماً جروا للمؤتمرات العلمية والأيام العلمية. إحنا هنستكمل اليوم وقبل ما نستكمل اليوم هنحب أنوه لبعض في الفترة القادمة. إن شاء الرحمن من يوم الخميس والجمعة القادمين والمدة العام هتبتدي دبلومة مهنية في الأشعة التشخيصية هنا في مستشفى الهداف القاعة الرئيسية يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع. هتبتدي مليون مديول، هيبتدي المديول الأول إيميجينج وكونفيرميشن تاليها. المديول الثاني هيبقى إيميجينج وكارديو فاسكولار سيستم الإيكو والإم آي والسي تي شيست. إن شاء الرحمن الدبلوم المنسق فيها الدكتور محمد جيد وطلع اسمها من خميس الجمعة كليتكم زي النهارده ان شاء الله الرحمن في القاعدة في الدائرة الضبط هتبقى في الجمعية العمومية وهيبقى في يوم التكريم ويوم الوفاء. يوم التكريم بشيوخ المهنة ويوم التكريم 10 الأوائل في الدفعة الحديثة للتخرج ويوم الوفاء الأطباء اللي افتقدناهم خلال هذا العام اللي توفوا خلال هذا العام واللي كان ليهم أثر ملموس على مسيرة طبية في السوهاج من الساعة 2 للساعة 5 في القاعة الرئيسية في النادي إن شاء الرحمن. هنستكمل اليوم العلمي مع محاضرات الدكتور سعد والدكتور عمر الخضراوي. أنا عارف إن المحاضرات مقدسة بس كان قدامنا خيارين إن إحنا نعملها على أكثر من أسبوع وإن إحنا نستفيد من خبرة الدكتور عمر الخضراوي ومعاونة الدكتور سعد في يوم مكثف. وإن شاء الرحمن المحاضرات دي مسجلة حتى لما كنا مع دكتور عمرو الخضراوي قلنا لو نعمل مثلا رسم رمزي فقال لي كلمه انا مش ناسيها اللي زكاه العلم بذله. رفض حتى فكره ان احنا نعمل حتى رسم رمزي مبسط. وشكرا ليكم.